لما نيجي نتكلم عن مادة أنا شايف إضافتها بالضرورية، بل كانت واجبة وجودها بالذات مع وجود دستور 2014 المعدل، وهو المتعلقة بإضافة نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية في حالة غيابه. هذا الأمر كان ضروري جدا، يعني أنا بدل من أنا أبحث عن رئيس الوزراء أو أبحث عن رئيس مجلس النواب أو أبحث عن رئيس المحكمة الدستورية العليا، الحاجات اللي هي المتعددة دي من وجهة نظري أنا الشخصية، لا، لابد أن يكون، إحنا بنشوف دي في تجارب الدول الكبيرة، هو وجود رئيس للجمهورية ووجود نواب له. قد يكون الأمر يتعلق بإضافة نائب، قد يكون بنائبين أو أكثر أو إلى خلافه، وثبتت التجربة الحاجة إلى وجود نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر في حالة غيابه أو تعذر وجوده، يبقى وجود النائب هو من يمثله. وبالتالي أنا شايف أني إضافة نائب لرئيس الجمهورية أو مادة تتعلق بنائب لرئيس الجمهورية هي من الضروريات، وبعتبرها أيضا من الضمانات لمزيد من الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي، وعشان يكون كمان عندنا يعني أكثر من شخص نستطيع أن احنا نستند إليهم في حالة غياب رئيس الجمهورية. ويجب أن يكون طبعا هذا النائب يتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامه. يعني باختصار، احنا مش عاوزين فقط مجرد أن يكون هناك نائب أو أكثر، لا، ده احنا عاوزين كمان هذا النائب يتمتع بالعديد من الصلاحيات، خصوصا في حالة غياب رئيس الجمهورية.